بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في أبواب التطوع وهي داخلة في كتاب التهجد. الترجمة رقم 32، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. يعني هو يصلي أو يترك صلاة الضحى، هي ليست يعني عزيمة وليست واجبة. قال: حدثنا آدم وابن أبي إياس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. وإني لأسبح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك أشياء وهو يحب أن يأتيها مخافة أن تداوم عليه الأمة فيفرض عليه، إن الزمن زمن تشريع، كما ترك يعني القيام بالناس يعني في رمضان في صلاة التراويح، يعني خشية أن يفرض على الناس قيام الليل يعني في رمضان. وقال: فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فلما زالت هذه الخشية ولحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب. وبعدين السنة لا يعني ليس يعني أسباب يعني ثبوت السنة يعني الفعل وحده، ولكن الفعل والترغيب بالقول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في صلاة التراويح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرغب بالقول، مع أنه يعني صلى بالصحابة يومين أو ثلاثة ولم يخرج إليهم في اليوم الثالث أو الرابع. أيضا بالنسبة لصلاة الضحى ما كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، صلىها في يعني أوقات يعني معدودة عدها العلماء، ولكن ثبت الترغيب في صلاة الضحى في أحاديث يعني صحيحة صريحة كما يعني سيأتي. فالسنة بتثبت ليس مجرد الفعل وحده، ولكن بالفعل أو بالأمر، يعني كما قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث ركعتي الضحى وأصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وأيضا أن يصبح على كل سلامة يعني من ابن آدم ينصدق كل سلامة، كل مفصل من الفاصل، الإنسان فيه 360 يعني مفصل، يعني عليه صدقة كل يوم ويتصدق عن هذه المفاصل أنها تتحرك ولو شاء الله عز وجل ليابست ولم تحركت. قال: ويجزئ عن هذا كله، يعني يتصدق كل يوم عن مفاصله وحدها ب 360 صدقة. ومن رحمة الله عز وجل أنه خفف يعني عن المسلمين يعني ذلك كله بأن يصلوا بأن يركعوا ركعتي الضحى، يجزئ عن 360 صدقة ركعتي الضحى. فثبتت السنية بأحاديث يعني صحيحة صريحة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على صلاة الضحى. قول: باب من لم يصلي الضحى ورآه، أي الترك واسعا أي مباحا. قول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى. وقلنا السبحة هي صلاة النافلة، ويقول تقدم أن المراد بقوله السبحة النافلة، وأصلها من التسبيح، وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة، فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة. أن السجود مثلا واجب، ولكن تسبيح في السجود سنة. إنسان سجد ولم يقل شيئا هو ساجد، أو دعا مثلا ولم يقل سبحان ربي الأعلى، فالسجود صحيح. وأيضا الركوع لو ركع ولم يقل يعني سبحان ربي العظيم، فأيضا الركوع صحيح. فالركوع نفسه واجب، ولكن التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود يعني سنة، فسميت النافلة يعني سبحة لذلك. قول: وإني لأسبحها، كذا هنا من السبحة، وتقدم في باب التحريض على قيام الليل بلفظ وإني لا أستحبها من الاستحباب، إن لا أسبحها أو لا أستحبها، من قول عائشة رضي الله عنها. يقول: وهي من رواية مالك عن ابن شهاب، ولكل منهما وجه، لكن الأول يقتضي الفعل والثاني لا يستلزمه. إن هي كنا تستحب صلاة الضحى، ممكن تستحبها ولا تفعلها كما كان يستحبها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أو لم يداوم عليها، يعني خشية أن يفرض على الأمة أو شفقة يعني على الأمة. ولكن وإني لا أسبحها، يعني هي كانت تداوم عليها.
لكن الأول يقتضي الفعل والثاني لا يستلزمه أن هي تحب الإيه صلاة الضحى. وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم، فعنده من طريق عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، لأنه كان بيبدأ بالمسجد لما يغيب عن أهله للنهي عن طرق يعني الإنسان أهله أنه يأتيهم بغير معاد، قد هو آتي من سفر قد حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة وحتى لا يهجم على أهله يعني فيرى يعني شيئا يكرهه، فيبدأ بالمسجد أو يعطيهم خبر قبل يعني أن يحضر. وأيضا لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم هانئ اللي هي أخت علي بن أبي طالب يعني في يعني في مكة 8 ركعات يعني بعد فتح مكة، وأيضا قصة عتبان بن مالك لما صلى يعني عنده كما سيأتي. فقال سيدة عائشة: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وعنده يعني عند مسلم من طريق معاذة أو معاذة معاذة العدوية عنها عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ويزيد ما شاء. ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقا، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه. يعني أول مرة قالت أنه كان لا يصلي الضحى فقالت لا، وفي الحديث الثاني: إلا أن يجيء من مغيبه، أنه كان يصلي الضحى لما يجيء من سفر. وفي الثالث الإثبات مطلقا، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر وجمع إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون من فرض به مسلم، وقالوا إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، كما قلنا إن عدم العلم ليس علما بالعدم، إن هي تقول إنه ما رأيت يصلي فقد يصلي ولكن هي لم تره، يعني زي ما نفت سيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بال واقفا، تقول ما بال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني واقفا. ويأتي حذيفة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أتى إلى صباط بني فلان فصلى وهو واقف. فالمثبت مقدم على النافي، فلو حد من الصحابة قال أنه كان بيصلي الضحى يبقى هذا مقدم على نفي عائشة ونفي ابن عمر قبل ذلك. ولكن الصحيح هي أنه كان صلى في أوقات معينة ولم يداوم عليها، كما قلنا شفق على الأمة وخشيت أن يفرض يعني عليهم. يقول: فيقدم من روى عنه من الصحابة الإثبات، وذهب آخرون إلى الجمع بينهما لنفى ولأثبت. قال بيقي: عندي أن مراد بقوله ما رأيته سبحها أي داوم عليها، وقوله إني لا أسبحها أي أداوم عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها ولكن عائشة كانت تداوم يعني عليها. وكذا قولها: وما أحدث الناس شيئا، تعني تقول وما أحدث الناس شيئا، تعني مداوم عليها. قال: وفي بقية الحديث أي الذي تقدم رواية مالك إشارة إلى ذلك، حيث قالت: وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. إن الزمن زمن أي تشريع. قال: وحكى المحب الطبري أنه جمع بين قولها ما كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه، وقوله كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله، بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجد، أنه كان بيصلي يعني هذه السنة أو سنة الضحى في المسجد، والثاني على البيت يزيد ما شاء الله. ويعكر عليها حديثه الثالث يعني حديث الباب اللي هو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها، أن هذا القول يقول أنه كان يصلي 4 في المسجد ويزيد ما شاء يعني في البيت، ولكن لو صلى في البيت كانت رأته عائشة رضي الله عنها، ولكن هذا حديث الباب أن هي ما رأته يصلي يعني سبحة الضحى. يقول: ويعكر عليها حديثها الثالث يعني حديث الباب، ويجاب عنه بأن المنفي صفة مخصوصة اللي هو المداومة. وأخذ الجمع المذكور أو أخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان، وقال عياض غيره: قوله ما صلاها معناه ما رأيته يصليها، والجمع بينه وبين قولها كان يصليها أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها وفي الإثبات عن غيرها، أنه كان يصلي في المسجد أو غيرها أخبر، ولكن هي ما رأته يصليها. وقيل في الجمع أيضا يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة
حينئذ من هيئة مخصوصة بعد المخصوص في وقت مخصوص، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا بغيره، كما قالت يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله. تنبيه يقول حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه، فالقول أنها كانت واجبة عليه قول طبعا ضعيف، لأن لو كانت واجبة عليه لكان أشد الناس يعني حرصا عليها. وعد لذلك جماعة من العلماء من خصائصه أنه كان واجب عليه صلاة الضحى، ولم يثبت ذلك في خبر صحيح. وقول الماوردي في الحاوي إنه صلى الله عليه وسلم مواظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هاني أنه لم يصليها قبل ولا بعد، أنه لم يداوم عليها بعد فتح مكة. ولا يقال إن نفي أم هاني لذلك يلزم، من حيث المعنى الصحيح لا يلزم، لا يلزم منه العدم، لأن نقول يحتاج من أثبته إلى دليل، ولو وجد لم يكن حجة، لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوب، تستلزم المواظبة على هذا الوجوب يعني عليه، أنه حتى لو كان واظب يعني مش هيبقى واجب، لأنه كان زي ما صلى شغل مرة ركعتين بعد العصر صلىهم بعد الظهر سنة الظهر البعدية، فصلى بعد العصر ثم داوم على ذلك، أنه كان إذا عمل عملا أبى أن يداوم عليه. وقال العلماء إن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، صلاة ركعتين بعد العصر. الترجمة 33، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة الضحى في الحضر وعكس السفر. قال هو عدبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قاله يعني بيستأنس بحديث عدبان ويأتي يعني الحديث. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، بين الإمام البخاري يقول حدثنا مسلم، يبقى مسلم بن إبراهيم مش مسلم ابن الحجاج النيسابور، لأن يعني البخاري في عدد شيوخ مسلم فهو لم يروي عنه يعني في الصحيح ولا في غير الصحيح، بل الصحيح أن مسلم هو الذي روى عن البخاري ولكن لم يروي عنه في الصحيح، الذي حدث بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي، فهو الإمام مسلم لم يروي لا للبخاري ولا لمحمد بن يحيى الذهلي، وكلاهما من شيوخه، ومحمد بن يحيى الذهلي من صغار شيوخ البخاري أيضا، ولكن الإمام مسلم يعني ترك الرواية عن البخاري وعن محمد بن يحيى الذهلي في صحيحه، وكان البخاري أشد ورعا يعني منه في ذلك، فروى عن محمد بن يحيى الذهلي، مع أن الخصومة كانت بين البخاري وبين محمد بن يحيى الذهلي، ولكن يقول حدثنا محمد أو أخبرنا محمد ويسكت، لأن ما يعني لأنه ليس ضعيفا عنده، وإن كان بينه وبين خصومة فلم يترك يعني نصيحة الأمة والرواية يعني عنه لما حدث يعني بينه وبينه من خصومة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ، طبعا لم يقل عباس الجريري ابن فروخ لأن شيخه لم يقل له ابن فروخ، ولكن هو قال هو ابن فروخ تمييزا، عن أبي عثمان النهدي من كبار التابعين روى عن العشرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر، ونوم على وتر. فدي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. الحديث الثاني قال الإمام البخاري حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين، كانوا ستة يعني إخوة كلهم ثقات، أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين. قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخما، اللي هو عدبان بن مالك يعني الأنصاري، للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، كان تقريبا ذهب بصره، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي في مكان في بيته يتخذه مسجدا يرحمكم الله. يقول فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين، وقال فلان ابن فلان ابن الجرود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. لو في بيت عدبان بن مالك كان ذلك ضحى فصلى ركعتين وصلى معه الصحابة رضي الله عنه. باب صلاة الضحى في الحضر
قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشير إلى ما رواه أحمد من طريق الزهري عن محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقام ورأه فصلوا بصلاته. أخرجه عن عثمان بن عمر عن يونس عنه, وقد أخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس مطولا لكن ليس فيه ذكر السبحة, وكذلك أخرج المصنف مطولا ومختصرا في مواضع وسيأتي بعد بابين. قول حدثنا عباس بالموحدة والمهملة اللي هو الجريري ابن فروخ, والجريري بضم الجيم. قول أوصاني خليلي يقولون الخليل الصديق, يقول خليل الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله أي في باطنه. واختلف هل الخلة أرفع من المحبة أو العكس. طبعا الخلة أرفع, اتخذ الله إبراهيم خليلا, والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعني اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, والخليل لا يكون إلا واحدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو خليل الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يتخذ من البشر خليلا, لأن الخليل لا يكون إلا واحدا, ولكن يجوز يعني أبو بكر يقول إن خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خليله هو الله عز وجل, ولا يجوز أن يكون الخليل أكثر من واحد. فالخلة أعلى درجات المحبة. قول أبي هريرة هنا هذا لا يعرضه ما تقدم من قول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر, لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلا لا العكس. ولكن أي واحد من الصحابة أو نحن نقول إن خليلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن ما يدعي أحد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ يعني أحد من البشر خليلا, ولا يقال إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين, لأن نقول إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك, أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة. قوله بثلاث لا أدعهن حتى أموت, يحتمل أن يكون قوله لا أدعهن إلى آخره من جملة الوصية أي أوصاني ألا أدعهن, ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفس تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعني كانوا أشد الناس اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم, يعني في قصة أسامة بن زيد لما تابع رجلا فقال لا إله إلا الله فقتله أسامة, فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله, قال إنما قالها تعوذا يعني من السيف, فقال هل شخخت عن قلبه, إن أنت تعرف أنه قال تعوذا وليس صدقا في دخول الإسلام. فأسامة بن زيد يعني قال لا أقتل يعني بعد ذلك مسلما أو من قال لا إله إلا الله. فلما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية معركة صفين والفتنة التي كانت بين الصحابة, فكان علي يقول لأسامة بن زيد إن كنا نعتبرك منا, ألا تكون معي, يريد أن يضمه إليه يعني, يعني يقول له لو أخذت يعني بشفت يعني أسد لأخذت بالشفة الأخرى, نموت سويا أو نهلك سويا ولكن لا أقتل مسلما. فرفض أنه هو يدخل في الفتنة وأنه هو يقاتل يعني معاوية أو ومن معه عملا بوصيته, وصية النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما أنكر عليه عندما قتل يعني من قال لا إله الله. أيضا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعمد أحدكم إلا جمرة من نار فيضعها في يده, وأخذ الخاتم الذهب وألقى, فقيل له يعني خذه فانتفع به يعني بيعه أو أعطيه مثلا لنسائك, فقال والله لا أخذ شيئا رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يعني أكثر الناس وأشد الناس يعني اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول أبو هريرة لا أدعهن حتى أموت, النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك فلا يدع ذلك حتى يموت. أيضا ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل, فكان عبد الله لا ينام بعد من الليل إلا قليلا. قوله صوم ثلاثة أيام بالخفض بدل أوصاني بثلاث, صوم أول ثلاث صوم يعني صوم بدل ثلاث بالخفض بدل من قوله بثلاث, ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ, صوم ثلاثة أيام ابتداء كلام يعني مبتدأ يعني محذوف من كل شهر الذي يظهر أن المراد بها البيض
هي 13 14 و15. يعني بعض الناس يطلقون على 6 شوال ان هي 6 البيض، ولكن ليس صحيحا، لان البيض اللي بيبقى فيه ضوء في يعني في الليل، يعني بيبقى استدارة القمر فبيبقى فيه بياض يعني في الليل، فهي البيض بيطلق على 3 البيض 13 14 و15، ولكن 6 من شوال تسمى 6 شوال وليست 6 البيض كما هو مشتهر. وصلاة الضحى زاد أحمد في روايته كل يوم، وسيأتي في الصيام من طريق أبي التياح عن أبي عثمان بلفظ ركعتي الضحى. قال ابن دقيق العيد لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله، في هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها، لأنه حاصل بدلالة القول زي صلاة التراويح كما قلنا، حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله مرجح يعني على ما لم يواظب يعني عليه. يعني لو اجتمع الفعل والقول، ولكن كما قلنا هنا المنع من الفعل هي زمن التشريع والشفقة على الأمة. ونوم من على وتر، ونوم من على وتر في رواية أبي التياح، وأن أوتر قبل أن أنام. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال أبي هريرة أنه لو نام، يعني شدة طلبه العلم واشتغاله بالطلب، أنه لو نام ما يستيقظ إلا صلاة الفجر أو بأذان الفجر، فأوصى أن يوتر قبل أن ينام. فالإنسان لو كان بيرجع من الشغل مثلا تعبان ويخشى أنه لو نام لا يقوم إلا بأذان الفجر، يبقى يوتر قبل أن ينام. ولكن إنسان متعود أنه بينام بدري مثلا أو بيستيقظ من الليل أو قبل الفجر مثلا بساعة أو نصف ساعة، فطبعا الأفضل أن يجعل آخر صلاته وترا، فيؤجل الوتر قبل الفجر. وأن أوتر قبل أن أنام فيه استحباب تقديم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ، ويتناول من يصلي بين النومين. وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء. طبعا الإنسان لو أوتر قبل أن ينام ثم استيقظ يعني من الليل، فلا يمنعه هذا الوتر من الصلاة، لو أراد أن يصلي يصلي يعني ولا يوتر مرة ثانية، لأنه لا وتران في ليلة. ولكن قول بعض أنه يشفع هذا الوتر أن يوتر مرة ثانية، يبقى 3 أوتار في ليلة فلا يجوز، فهو يصلي يعني ما شاء ولا يمنعه الوتر من الصلاة بالليل. يقول هذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم، ولأبي ذر فيما رواه النسائي، نفس الوصية يعني. والحكمة في الوصية عن المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح، ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص. ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي 360 مفصلا على عدد أيام السنة تقريبا، كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر، وقال فيه ويجزئ عن ذلك ركعتا الفجر. يقول حكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى، فصار كثير من الناس يتركونها أصلا لذلك، ويخاف يصلي الضحى حتى لا يستطيع، لعله يستطيع أن يداوم عليها فيذهب بصر. وطبعا دي من آفات الحديث الضعيف والموضوع، وهذا طبعا الكلام مردود، يعني إن ما فيش ما يدل على أن الإنسان لو كان يصلي الضحى وترك صلاة الضحى يعمى، وإن كان يعني الإنسان يعني ينبغي عليه أن يداوم على العمل الصالح وأن يزداد، لا تكون مثل فلان كان يصلي من الليل فترك قيام الليل. يقول فصار كثير من الناس يتركونها أصلا لذلك، وليس لما قالوه أصلا، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير، لا سيما ما وقع في حديث أبي ذر. تنبيهان: الأول اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة، لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية، ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال، اللي هو أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر. يعني أبو الدرداء مشهور بالعبادة، وعارفين قصة أبو الدرداء لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينه وبين سلمان الفارسي، وذهب يعني سلمان عند أخي أبو الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، فسألها فقالت إن أخوك يعني لا يصوم الليل ويقوم النهار، يعني ملوش حاجة في الدنيا ما تحتاج أن تتزين له. ثم أتى أبو الدرداء فقدم له الطعام فقال أكل، فقال إني صائم، فعزم عليه أن يأكل، ثم حلف عليه
أن يأكل، ثم لما أتى الليل قام يصلي من أول الليل فقال نم، فكلما يريد أن يقوم يقول نم، حتى إذا كان آخر الليل قام فصلى ثم خرج لصلاة الفجر. ويعني حكى سلمان ما حدث بينه وبين أبي الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان. فكان حال أبي الدرداء أنه كثير العبادة جدا، وذلك يعني تجد يعني من أكثر الصحابة اللي رويت عنهم كلمات يعني زهدية وكلمات في المواعظ. فكان هو وأبو ذر طبعا معروف، يعني حتى كان بيقول بأن أي إنسان عنده مال ينبغي أن يتصدق به، وأن هذا يجب عليه، إن وهذا طبعا خلاف أن ما أدي زكاته فليس بكنز. يعني هو بيقول إن ليس للمسلم حق فيما فضل يعني عن حاجة، أي مال زيادة يجب عليه أن يخرجه، وإنه لو لم يخرجه لصفح صفائح يوم القيامة وكوي بها جبينه وجنبه ويعني ظهره. فكان هؤلاء الثلاثة يعني من إيه، من أهل العبادة، وذلك كانت النصائح بالعبادات، ولأنهم لم يكن عندهم يعني إيه أموال. يقول لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية، ولم يكن مذكورون من أصحاب الأموال، وخصت الصلاة بشيئين لأنها تقع ليلا ونهارا بخلاف الصيام. الثاني ليس في حديث أبي هريرة تقييد بسفر ولا حضر، لما يعني قرأ كعتاي الضحى ما قالش في الحضر. هو البخاري هنا قسم يعني قال باب صلاة الضحى في الحضر، وجاب قصة عتبان بن مالك وقصة أبو هريرة الأحاديث اللي فيها إثبات صلاة الضحى، ويعني جاب يعني صلاة الضحى في السفر، جاب قصة إيه أم هانئ يعني في الصلاة يعني بعد فتح مكة يعني. فيقول ليس في حديث أبي هريرة تقييد بسفر ولا حضر، والترجمة مختصة بالحضر، لكن الحديث يتضمن الحضر لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة، وحمله على الحضر والسفر ممكن، وأما حمله على السفر دون الحضر فبعيد، لأن السفر مظنة التخفيف. السفر هو الذي يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، لأن السفر مظنة التخفيف لأن تقصر فيه صلاة. قال الرجل من الأنصار يقول هو عتبان بن مالك لأن في قصته شبها بقصته، وقد تقدم هذا الحديث عن آدم عن شعبة بهذا الإسناد والمتن في باب هل يصوم يصلي الإمام بمن حضر من أبواب الإمامة مع الكلام عليه. قوله يصلي الضحى، قال ابن رشيد هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عندهم، وإلا فصلاة صلى الله عليه وسلم في بيت الأنصاري وإن كانت في وقت صلاة الضحى لا يستلزم نسبتها لصلاة الضحى، ممكن تكون من مطلق التطوع. قلت إلا أن قدمنا أن القصة لعتبان بن مالك، وقد تقدم في صدر الباب أن عتبان سماها صلاة الضحى، فاستقام مراد المصنف وتقييد ذلك بالحضر الظاهر لكونه صلى في بيته وبيته في المدينة. قول ما رأيته صلى في الرواية الماضية يصلي الضحى، قول إلى ذلك اليوم يأتي فيه ما تقدم ذكره في حديث ابن عمر وعائشة من الجمع والله أعلم. آخر ترجمة في درس اليوم باب الركعتين قبل الظهر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين قبل المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد أنه يصلي في المسجد، ولكن كان بيشغل بالنهار فيصلي السنة في المسجد، ولكن في سنة المغرب والعشاء في بيته، لأنه كان يعود يعني إلى بيته. وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال حدثتني حفصة، طبعا هذا بالسند السابق عن ابن عمر، بيروي عن أخته أم المؤمنين حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، الأم ركعتين الفجر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة، طبعا يحيى القطان، يحيى عن شعبة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء هي قبل الصبح. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة، يبقى تابع الراوي عن شعبة هنا وهو يحيى القطان. قول باب الركعتين قبل الظهر ترجم أولا بالرواتب، يعني هو انتهى من الكلام عن صلاة الضحى في الترجمة السابقة وبدأ في الكلام عن بقية الرواتب. ترجم أولا بالرواتب التي بعد المكتوبات، ثم أورد ما يتعلق بما قبلها، وقد تقدم الكلام عن ركعتي الفجر والكلام عن حديث ابن عمر وهو ظاهر فيما ترجم له، وأما حديث عائشة فقوله فيه
إنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر، لا يطابق الترجمة، لأنه الترجمة باب ركعتين قبل الظهر، والحديث يعني في ركعتين قبل الظهر هو 10 ركعات، ولكن في حديث آخر أنهما 12 ركعة، فبزيادة 2 للظهر بأربعة قبل الظهر، 2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الصبح، دول 12 ركعة اللي ورد فيهم حديث أم حبيبة: من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سورة مكتوبة بني له بيت في الجنة. يقول: وأما حديث عائشة فقوله فيه إنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر لا يطابق الترجمة، ويحتمل أن يقال مراده بيان أن ركعتين قبل الظهر ليستا حتما بحيث يمتنع الزيادة عليهما. قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة أربعا، وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى. فعائشة تقول أنه كان يصلي 4، وابن عمر يقول صلى 2، يبقى ده شاف 2 وده صلى، لعله كان يصلي 2 في مسجد 2 في البيت مثلا، أو كان أحيانا ينشط فيصلي 4 وأحيانا يصلي 2. ويحتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من 4. قلت: هذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالتين، فكان ترى يصلي 2 وترى يصلي 4، وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي 4. ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي 2، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في البيت، واطلعت عائشة على الأمرين. ويقوي الأول ما رواه أحمد أو داود من حيث عائشة: كان يصلي في بيته قبل الظهر 4 ثم يخرج. قال أبو جعفر الطبري: 4 كانت في كثير من أحواله، والركعتان يعني في قليلها. وطبعا وردت أحاديث يعني أخرى، وحديث الثاني في الباب كان يدع 4 قبل الظهر، يدل على أن الأكثر كان يصلي 4 قبل الظهر. قوله عن إبراهيم بن محمد المنتشر بضم بميم مضمومة ونون ساكنة ومثنى مفتوحة بعدها شين معجمة مكسورة ثم راء. قوله عن أبي عن عائشة في رواية وكيع عن شعب عن إبراهيم عن أبي قال: سمعت عائشة، أخرجه الإسماعيلي. والتنقيب عن السماع يدل على أن الراوي يعني متهم بالتدليس. وحكى عن شيخي أبي القاسم البغوي أنه حدثه به من طريق عثمان بن عمر عن شعبة، فأدخل بين محمد المنتشر وعائشة مسروقا، وأخبره أن حديث وكيع وهم، ورد ذلك إسماعيل بأن محمد بن جعفر قد وافق وكيعا على التصريح بسماع محمد من عائشة. ساقه بسنده إلى شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه أنه سمع عائشة. قال إسماعيلي: ولم يكن يحيى بن سعيد يعني الخطان الذي أخرجه البخاري من طريقه ليحمله يعني مدلسا. قال: والوهم عندي فيه من عثمان بن عمر، انتهى. وبذلك جزم الدارقطني في العلل، وأوضح أن رواية عثمان بن عمر من المزيد في متصل الأسانيد، إن هو المزيد في متصل الأسانيد يعني الحديث يكون صحيح بهذا السند وبالسند الآخر أيضا صحيح، لأن يكون الراوي سمعه مثلا من شيخه بواسطة ثم يقابل شيخه فيرويه يعني مباشرة، فيصح السند يعني بكلا الطريقين يعني بالواسطة وبدون الواسطة. يقول: لكن أخرجه الدارمي عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد فلم يذكر فيه مسروقا، فأما أن يكون سقط عليه أو على من بعده أو يكون الوهم في زيادته ممن دون عثمان بن عمر. قوله: تبعه ابن أبي عدي زاد الإسماعيلي بن مبارك ومعاذ بن معاذ وأبي بن جرير كلهم عن شعبة بسنده وليس فيه مسروق. قوله عمرو عن شعبة يعني عمرو بن مرزوق قد وصل حديثه البرقاني في المصافحة. فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.